السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مصطفى من قناة مو جيم نيو، واليوم رجعنا لكم بحلقة جديدة في برنامج جديد في جديد. طبعا هذا البرنامج سحبنا عليه هواية، لكن إن شاء الله اليوم راح نرجع لكم بما خمس معلومات في هذه الحلقة مهمة وتقريبا ما يعرف كثير من الناس، فخلوكم ويانا. نأتي إلى المعلومة رقم واحد في هذه الحلقة، واللي هي طبعا مثل ما تعرفون انه الضرر ممكن ينحط في المروحة والبرج والصوت، لكن ما يمكن ان ينحط في الجناح. لكن كيف تحط الضرر في هذين؟ طبعا المروحة والبرج والصوت تحط بهم ضرر واحد فقط، ما يعلى اكثر من واحد، لكن كيف تحط الضرر فيهم؟ هذا السؤال صراحة كثير من الناس سألوني هذا السؤال، هو كيف احط الضرر في هذه الشغلات. طبعا اذا كانت مقيدة تأتي الى فرن واكزنج تقول له بركة سحر خاصة، وهنا تقول له برج النجوم او مروعة السماء او صوت الركوب. طبعا تقدر تحط ايضا للاكسسوارات، اذا انت عندك اكسسوار مقيد مثلا او حور، حتى لو حور يعني، لكن دائما تحط لك اكسسوارات يحط لك بها ضرر واحد ايضا، ودرع المطية كذلك والعباءة كذلك. لكن الوحدة من هذا النج قد راح تاخذ الواحدة من هذني المروحة او الصوت او البرج او العباء او اي وحدة راح تاخذ 270 سي بي حر، حتى تصير بها ضرر واحد لكل واحدة من هذني الشغلات. اكو طريقة ثانية؟ نعم اكو طريقة ثانية، لكن الطريقة الثانية تنفع فقط الاشياء الحرة وليس المقيدة. مثلا اذا كان عندك فد عباءة او عندك مثلا برج مروحة صوت حرة، راح تجي تاخذ هذا الشيء الحر تحطه في حساب تعمله جديد وتسوي له ميلاد اول وتخلي له ميلاد مبارك، راح وطبعا تنخلع العتاد كل من الحساب، تخلي فقط القطعه الحره اللي تريد تحط بها الضرر وتخليه ميلاد مبارك، راح ينحط ضرر فيها مجانا. لكن هذه الطريقه فقط تنفع في العناصر الحره، مثلا اذا تريد تخلي القارورة مالتك حرة وما بيها ضرر تقدر تسويها الطريقة ايضا، ونفس الشيء ايضا. طبعا المعلومة هذه واللي هي عبارة عن المهارات الروح، طبعا مهارات الروح هذه تنفتح لما يصير عندك لجيانج كلها برتقالي واحمر، من الواحد الى الثلاثة انا عندي كلها برتقالي واحمر والباقي يبدي بنفسجي ولا بلا بلا بلا. المهم لكن على العموم يعني لما تسوي الجيانج مالك كله برتقالي واحمر راح ينفتح لك الروح، مهارة الروح، واللي هي طبعا تجي تتعلم من التاجر الحربي مهارات الروح، تقدر تشتري من عنده مهارة روح فاخرة او مهارة روح عادية، صراحة سعرها غالي جدا 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 ثلاث مرات، لان مهارة الروح الفاخرة يقول لك 20 جوهرة تثبيت دائمة كبيرة حتى مو صغيرة، يعني هذه اللي تجيبها بالاحلام اصلا، هي واحدة تجيبها من خلال البطل من توصل الى 350، بعد من تجيب عاد انا تدبر نفسك، هذه لازم تجيب من هاي 20 وحدة لكل مهارة روح. طبعا الفائدة من مهارة الروح هي فقط شكل للمهارة، تصير يعني شكل مختلف للمهارة، هذه الفائدة ما فقط. لكن اللي يريد يتعلم هاي المهارات يجي للتاجر الحربي ويتعلم عنده اما فاخرة او اللي مو فاخرة اللي هي مهارة روح عادية. طبعا مهارة الروح العادية يحتاج من عندك 5 كرات تنين حرة وليست مقيدة، طبعا اذا تجيب له مقيدة ما راح يقبل بها الا تجيب له حرة. فهذا بالنسبة لهذا الموضوع. طبعا انا تعلمت في حساب اللي انسرق، تعلمت مهارات الروح الفاخرة من خلال المهرجان اللي ينزل ليتقاتل شخصيات كبيرة، شخصيات يعني مثل يعني رامي محارب تورجان الى اخره، من خلال هذا المهرجان انا تعلمت مهارات الروح الفاخرة مجانا ومن غير ما ادفع اي جوهرة دائمة ولا جوهرة بطيخ، تعلمتهن بطريقة مجانية. ان شاء الله اذا نزل مرة ثانية راح نسوي لكم شرح شلون نجمع هاي المهارات الفاخرة مجانا ومن غير ما تدفع هذن الاشياء الغالية حتى تتعلم هذه المهارات. فخلونا ننتقل الى المعلومة اللي بعدها. كتاب القوة، كتب القوة اللي مثل ما تلاحظون هنا لما تجي الى المزيد هنا القوة الداخلية، راح تلاحظون انه هاي الكتب موجودة. طبعا انا فاتح الاول والثاني والثالث مثل كل تقريبا اغلب اللاعبين،
لكن الموضوع اللي ما تعرفوه انه هذا اول واحد لما تفتحه راح ياخذ منك نيزك على كل كتاب او نيزك تقريبا، هو لو يا اما نيزك يا اما نيزك، المهم هو يكتب لك شنو هو اللي يحتاجه حتى ينطيك الكتاب. ثاني واحد راح يقول لك احتاج الى لفة نيازك وافتح لك هذا الكتاب. ثالث كتاب راح يقول لك احتاج الى حبة التنين. طبعا حبة التنين اللي تعرفوها، اللي ما يعرفها يعني حبة التنين اللي هي هذه حبة التنين طبعا راح يطلبها من عندك حتى ينطيك الكتاب الثالث اللي هو مروض التنين، اعتقد اسمه مروض الشيطان اسمه. يقول لك احتاج من حبة التنين حتى افتح لك. طبعا هذا كفد مشكلة باللعبة انه يقول لك اريد حبة التنين. هو صراحة ما يحتاج حبة التنين، هو يحتاج لفة نيازك واحدة فقط وراح ينطيك هذا الكتاب حتى تفتح هذا المروض الشيطان. فصراحة فتشي يعني هواية الناس جم قالوا لي من نجيب حبة التنين، احنا قاعد نطير على حبة التنين وما قاعد يقبل، شو نسوي له معود والله ذبحنا. طانت صراحة هذه ثلاث وحدات اذا ما فتحتهن ما راح تقدر تفتح الباقيات، فلازم تفتح ذني الثلاثة بالاول وبعدين تقدر تفتح الباقي. طبعا الباقي انا شرحت شلون تفتحه في حلقة سابقة، اللي يريد يعرف شلون الواحد يفتحه يضغط علامة التعجب، انا شرحت عن هذا الموضوع في حلقتين وليس حلقة واحدة. فاللي يريد يفهم التفاصيل مالت الكتب البقية يضغط على علامة التعجب وان شاء الله يفيدكم الشرح. المهم لكن هاي الثالثة راح تنطي لفة نيازك على مود يفتح لك البوابة هذه، وتطيح لفة نيازك ثانية حتى يفتح لك هذه البوابة وتسويهن كاملة، وبعدين تروح على الشخصية الثانية يفتح لك البوابات البقية. وشكرا جزيلا. طبعا يا ريت يحلون هاي المشكلة، يعني صراحة سخافة. يعني شنو يقول لك يريد حبة التنين وهو يريد لفة نيازك؟ ايش جاب حبة التنين على لفة النيازك اصلا؟ المهم فخلونا من هذا اللاب لاب لاب ننتقل الى المعلومة اللي بعدها. المعلومة اللي بعد هذه المعلومة، شنو هذا الخربطة؟ المهم المعلومة هذه هي عبارة عن الجواهر العادية. واحد شنو يستفاد من الجواهر العادية؟ من تشوف واحد يذب جواهر عادية فهذا يعني انه لا يعلم جيدا في هذه اللعبة. لماذا؟ طبعا جواهر عادية بعد التحديثات الاخيرة للعبة كانت قبل الجواهر العادية يعني تقدر تقول انه هي بدون قيمة فالناس تذبها، لكن بعد التحديثات الاخيرة صار لها فائدة كبيرة الصراحة وليست قليلة. فهسه اي شيء تقدر تزود السحر العتاد اللي بيه من خلال اي جوهرة حتى لو عادية، الجوهرة العادية ما راح تنطي لك نسبة اقل من اللي كان موجود. طبعا بدأ البعض يهرش في راسه، ظهر على وجوهم علامة ال هو في ايه. طبعا اكو كثير من عندكم ما افتهم اي شيء من اللي خربط اللي قلتها ولا بلا بلا، فخلينا نشرحها بطريقة عملية. ناخذ مثلا الحذاء هسه عندي، العندي الحذاء سحر سين حاء المسحور 90، هذا مثل ما تلاحظون المكتوب بالاصفر. نجي على الصياغة، هنا اكو كلمة مسحور نحط الحذاء. طبعا مثل ما تلاحظون هذا بيه هسه 90 السحر ماله، اذا تحط له اي جوهرة عادية فاخرة نقية اي شيء تقول له تعزيز راح ينطي لك اكثر من هذا اللي موجود عندك. هسه صارت 91 مثل ما تلاحظون، كانت 90 صارت 91، ممكن تزود لك 2 ممكن تزود لك 3 يعني على الحظ ايضا، لكن مستحيل تنطي لك نسبة اقل من 90، يعني اقل من اللي موجود. فحتى لو كانت عادية قبل لما تحط جوهرة عادية ممكن ما تنطيك نسبة جيدة، تنطيك اقل من اللي موجود ولذلك ما يتغير اي شيء. لكن بعد التعديلات الاخيرة الجوهرة كيف ما تكون ما راح تنطيك اقل من اللي موجود. مثل ما تلاحظون صارت هسه 93 زود 2 ونحط اللخة صار 95. هذا الشيء ما راح يفرق انه كان التعزيز اللي موجود بالقطعة هواية او قليل. هسه مثلا هذه بها 217، اذا حطيت بها اي جوهرة كانت ايضا راح تزيد 1 2 3. هذا فقط يعني على مود الناس مذب الجواهر مالتها، وحتى الجوهرة يعني ما تستخدمها فحطها سوي بها سحر للعتاد راح يفيدك يزود لك الدم. طبعا هذا سين حاء المسحور يزود سائل سحر يعني سائل حياة. طبعا الاكسسوارات للي يعرفها يعني هي مجرد شكل وما تسوي اي شيء، مجرد شكل للشخصية وما كلها افادة، لكن لا هذه لها فائدة. شنو الفائدة مالتها؟
طبعا هسه حاليا خلي نذب الاكسسوارات اللي لابسيها ونظل بدون اكسسوارات. فهسه اريدكم تلاحظون القفزة مالت اللاعب مالي شلون راح تصير من غير اكسسوارات. مثل ما تلاحظون القفزة صارت هيجي. هسه نلبس الاكسسوارات اثنينات ونخليه يقمز ونشوف شنو الفرق. مثل ما لاحظتوا الفرق صار القفزة مالته اسرع بكثير جدا من القفزة بدون اكسسوارات. لاحظتوا طبعا اذا شلت اكسسوار واحد ايضا راح تصير بطيئة القفزة. هسه خلي نجرب هيجي نجرب فد شيء هيجي يعني بسرعة واحدة ورا اللخ. هسه هاي القمزة هيج وهاي قمزة هيج. يعني الصراحة واضح جدا انه هاي القمزة هيج تصير اسرع من انه انت تصير بدون اكسسوارات. هذا طبعا الموضوع يعني ينطي فائدة للاكسسوارات وانه هي فعلا بها فائدة وليس فقط مظهر ما الى اي فائدة. طبعا هذا الموضوع يعني يأثر فقط اذا كنت واقف راكب على حصان او على مطية. فاذا كنت تقمز عادي ما راح يتأثر يعني هيج القمزة او هيج القمزة تقريبا هي ماكو اي فرق بين هيج او هيج. هيجي او هيجي يعني ماكو اي فرق. لكن فقط اللي يفرق لما انت صاعد على مطية راح يفرق القمزة تصير اسرع بالاكسسوارات عن انه انت بدون اكسسوارات. هذه هي الخمس معلومات لهذا اليوم. اتمنى المعلومات كانت مفيدة لكم واكتبونا في التعليقات يا معلومة كانت مفيدة اكثر لكم. ولا تنسون تضعون لايك واشتراك في القناة وتفعلون زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.